دعكم من باريس، أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة. بدي أذهب معكم ونتابع في هذه الحلقات المتعددة والمتتالية حول السينما الإيرانية. سأذهب في هذا العمل عن قضية مهمة جدا تتناولها السينما الإيرانية من حين إلى آخر، الفيلم الإيراني أمتار مكعبة من الحب للمخرج جمشيد محمودي. هذا العمل من الأعمال المتميزة جدا التي تظهر طبعا المشكلة الأفغانية، هي من الإشكاليات الكبيرة جدا. ربما السينما الإيرانية من أو المخرجين الإيرانيين يتناولون من حين إلى آخر، ونحن سبق وتحدثنا عن فيلم باران، يعني كتبت عنه مقالة موسعة. هذا الفيلم يختلف شوية عن فيلم باران، ولكن هو ربما أيضا يأخذ نفس الإشكاليات اللي هم صورة هؤلاء المهاجرين. أحداث هذا العمل طبعا هو في أشبه بورشة، ورشة من اللحام في ضواحي طهران، حيث يأتي العدد أو حيث هذا الشخص الذي يوظف هؤلاء العاملين وهؤلاء المغتربين، هؤلاء اللاجئين الذين أكثرهم لا يملكون أوراق إقامة. طبعا بالبدايه دعوني، احنا عندما نتذكر او عندما نرى افلام امريكيه، فالافلام الامريكيه بطبيعه الحال هي تقدم الجندي الامريكي الرحيم، الملاك الرحيم الذي ينقذ الناس، وهؤلاء ارهابيين، وكيف يتحمل الجنود الامريكيين الكثير من المشاكل، كيف يتحملون وكيف يقدمون الحلوى الى الاطفال ومن غير، يعني هو يريد ان يعكس صوره مثاليه جدا للمستعمر. يعني العشرات وعشرات الأفلام تنتج عن هذه المرحلة عن أفغانستان، أو يذهبون أحيانا إلى الجندي الذي عاد من أفغانستان وما يواجهه من قسوة الحياة، ما يواجهه مثلا من كوابيس، ما يواجهه من أمراض نفسية، لأنه اعتبر أنه عاش في الجحيم هنالك، لأن أولئك الناس الذين كانوا أو كأن هذه بلد كانت موبوءة بالإرهاب، وكانوا هؤلاء الإرهابيين يهجمون على العسكر، ويتذكر الجندي أصدقائه الذي فقدهم أو كذا. وأحيانا يتم تناول المهاجر الأفغاني في أمريكا أو كذا أو في أوروبا بطريقة أو بأخرى، يحاول أن يعطي الحياة والتغير وكيف يحاول المهاجر أن، لكن السينما الإيرانية باعتبار أنه إيران هي الأقرب إلى أفغانستان، الأقرب فهما، الأقرب لغة، يعني أيضا العادات والتقاليد وكذا. إذا هذا العمل هو قصة حب، يعني يبعد بنا تقريبا عن مشكلة الإشكاليات كذا نراها بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، ولكن الأكثر والأروع من هذا هو هذا العامل أو هو هذا الشاب الإيراني. طبعا هي أسرة، في أسرة اللي هو عبد السلام هذا المهاجر الذي جاء، ويبدو أنه كان عسكريا هو وابنته مرونة، فهو يعني موجود في هذا المكان ويعمل بقسوة ويعمل اليوم كامل. يبدو طبعا صاحب العمل أحيانا أنه يفهم هؤلاء الناس، جعل لهم بيوت، جعل لهم كذا، لكن عندما نذهب إلى هذا الفيلم ونجد هذا الشاب الأفغاني، هذا الشاب الأفغاني الذي يحب هذه البنت ويريد يعني يحبها. طبعا تبدأ العمل، إحنا لو نشوف العمل، هذا العمل يبدأ إنه عبارة إنه نحن مع ال آه نحن مع هذا الشاب الأنيق أو هذا الشاب اللي هو يحاول أو يحب هذه البنت الإيرانية. الحب يعني كأنه هنا يقول لنا الرجل هذا أو المخرج، يقول أن الحب لا يوجد فيه، لا يوجد حدود أساسا، يعني هذه قصة حب من البداية للنهاية، لا يعرف أحد كيف سوف تنتهي. هذا الشاب الذي يحبه وهو شاب إيراني، ولكنه ليس، لا يمتلك إمكانيات مادية، لا يمتلك مثلا، لا يمتلك أي شيء بحيث أنه يستطيع أن ينتصر لحبه. سنجد هنا الكثير من هذه الإشكاليات. طيب بالبداية سنرى نحن مع من؟ نحن مع شابين، شاب وشابة،
الحب قرب بينهم، فهم يضحكون وهم يتبادلون الأحاديث، ولكن لكنهم معزولين عن المجتمع، أو أنهم يذهبون بعيدا في أماكن بعيدة أو في مكان بعيدة، بحيث لا يستطيع أحدهم، أو لا يخافون من الناس، يخافون من يذهبون في جانب من هذا الجوانب، هذا المعمل، يعني هذا المعمل الموجود فيه. سنرى أن هنالك يعني أشبه بالحاويات، وهم يدخلون في داخل الحاوية. يعني من البداية الحاوية هنا ستكون لنا أشبه بماذا؟ أشبه بميتافور، أشبه بميتافور، لأن في هذه الحاوية سنجد أن الاثنين، أو الشاب والشابة الذين يذهبون إلى هذه الأماكن، هذا المكان، هم يخافون. يعني البنت دائما خايفة، سنجد دائما هي تخاف، صابر أيضا يخاف لأنه ما زال شاب صغير، وهو شاب أيضا فقير، ليس بذلك الشاب الغني الذي يستطيع أن يتجاوز، أو الذي يستطيع أن يذهب إلى والدها هو يعمل. سنجد هنا أيضا الكثير من المطاردات عندما تأتي الشرطة إلى هذا المعمل، المهاجرين يأخذون كل ما لديهم، يعني هم ما لديهم ليس شيء كثير، عبارة عن ملابس، عبارة عن أدوات أكل، عبارة يأخذونها ويذهبون إلى إلى نفق أشبه بنفق المجاري، ويظلون هنالك إلى أن تغادر الشرطة. سنرى عندما قدم أحد العمال الإيرانيين، أو أحدهم أراد أن يتوسط بعامل إيراني، فصاحب العمل يعني وافق أن يستخدمه، وهذا الرجل حتى أنه كان يعني عبارة أنه مدير عام أو كان في مركز، ولكنه فصل من وظيفته أو فقد عمله، فاضطر أن يذهب أو أن يأتي إلى هذا العمل، العمل الشاق أيضا في هذا المكان، هذه الورشة. يعني ليس ذلك العمل السهل، يعني هم يعملون من الصباح إلى نهاية النهار، ويسكنون في عبارة صناديق، أو يسكنون في عبارة عن عشش من الصفيح. فهذا العامل الإيراني أراد أن يأخذ أيضا بيت أو أحد هذه العشش، فصاحب المكان قال له لا، فالذي يتوسط له قال له كيف أنت تعطي للأفغان هذه الأماكن والبيوت وتوفر لهم الأمان ولا تعطي للإيرانيين، وربما هذا دفع إلى أنه يعطي بعض البلاغات حول هذا المكان، فتعددت الدوريات الشرطة. سنجد يعني في المرة الأخيرة أن الشرطة تعرف المكان الذي يختبئ فيه هؤلاء الناس، ونجد عبد السلام هذا الرجل كان يعني يمتلك كرامة أيضا. المهاجر يا جماعة، المهاجر ليس بذلك الشيء الذي ممكن أنت تستخدمه بالعمل، أوكي هو يريد الحياة. إحنا عندما نلاحظ هؤلاء الناس نجد أنهم يأكلون الخبز ويأكلون أشياء بسيطة، الفرح اللي هم يحاولون أن يبحثون عن الفرح عندما يختن أحد الأطفال، وأبو الوالد هذا الأب يأخذه يحاول ويعمل حفلة صغيرة جدا، بحيث أنه يحاولون أن يبحثون عن الفرح. صابر مثلا عندما يتحدث إلى أهله سنجد أن في وشوشة بالهاتف، وكأن هون يعني تكون استعارة هذا الفعل، أو نحن نعرف طبعا دائما السينما الإيرانية وكثير من الأفلام ينزعون إلى هذه الاستعارات، بمعنى أن الحبيب هذا والعاشق هذا عندما يحدث أهله، يحدث مجتمعه، يحدث الناس، يريد أن يحدث، يقول لهم والله أنا أحب واحدة وكذا، وأريدكم تساعدوني وتعالوا تخطبوها، فنجد أن هناك وشوشة، هذه عائلته الموجودة بعيدا عنه عندما يسمعونها، نسمع الوشوشة بتاع الهاتف لا يسمعونه، بعدين يغلقون الخط، وكأن هنا يقول المخرج العاشق هذا لم يسمعه هذا المجتمع، لم يسمعه أهله، لم يسمعه أقرب الناس إليه، لم يسمعوا هذه القصة، وحتى عندما يسمعون في أحد الاتصالات ويكون هذه العائلة سوف تغادر وتعود إلى أفغانستان بتصريح من السلطات طبعا، فهم يعني يترجاهم، يبكي من أجل أن يأتون لخطبتها، لكن لا أحد يأتي، فهو يذهب ويتقدم إلى خطبتها، لكن والده يرفض، والدها، ويظن أنها يعني هو يذهب عبر صاحب العمل، وصاحب العمل يأتي بالأب ويكلمه، لكن الأب يرفض، ويعتبر أن هذه إهانة، ويعتبر أن البنت عندما تتزوج هذا الأفغاني الفقير، أقصد هذا الإيراني الفقير، ستظل أفغانية، ستظل اللاجئة، ستظل لا كرامة لها، ستظل لا أصل لها، لكن يقول هناك في بلادها أو كذا سيكون هناك لها كرامة، سيكون لها أصل، سيكون لها كذا.
فهو يخاف من أن ابنته تفقد كرامتها أو تباح كرامتها، أو أن هذا الحب يذوب وبعد ذلك تجد إشكاليات. العلاقة ما بين العشاق هون العاشق والعشيقة سنجدها علاقة حيوية وعلاقة إنسانية وعلاقة لا يوجد تلامس جسدي، يوجد الكلام، الابتسامات، هي تأتي له بالأكل، يرى صورها وهي صغيرة، يرى صور أهلها، تحكي هي عن ما حدث في هذا البلد، هذا البلد الذي من تقريبا من الثمانينات، وهو يعيش من مأساة إلى مأساة. الآن الجيل الثاني هو يعيش هذه المأساة أو ولد في المآسي والحروب. فيعني مثلا يبدو أن لغتها الإيرانية أو الفارسية ليست بتلك القوة، فتقول لها البيت مثلا بتاعنا بوم، صاروخ بوم. ففي نوع من هو قدم هؤلاء أو قدم هذه الشخصيات، قدمها بذاتها طفولية أنيقة، ليست متكلفة، ليست كذا. المكان الذي كان يحميهم من الناس، والمكان اللي هي هذه الحاويات، عندما تتعقد الأمور وعندما تحدث الكارثة وعندما الأب يشعر أن بنته أهانته وكذا، فيكون اللقاء الأخير، المفروض أن يكون هذا اللقاء الأخير، فهو يعرض عليها تعالي لنهرب ونذهب بعيدا ونعيش بعيدا، عندي أهل مش عارف فين فكذا. وبينما هم يتحدثون في هذه الحاويات نجد أن بعض الحاملات الحاويات تأتي وفي شغلهم لم ينتبهوا من البداية، يظنون أن هذا الضجيج هو في عبارة مجرد عمل، ولكن لم يفهم بعد ذلك عندما وقعوا في المشكلة، وقعوا سجناء هذه الحاوية التي كانت هي تحميهم من الأعين، وكانت هي يعني مكان أنيق للحديث، للضحك، للمزاح، هو دائما يقول لها قولي أنك تحبيني أريد أن أسمعها، هي تقولها بلمحات وجهها، تقولها بروحها، لكنها يعني نعرف نحن أيضا أن يعني بناتنا في الشرق وكذا، الحياء والخجل والكذا، يعني ليست هي تلك الفتاة التي عندها الشجاعة والكذا بحيث حتى تنطق الكلمة، لكنها هي عندها شجاعة أن تحب. يعني دي أيضا نقطة مهمة جدا يا جماعة، هؤلاء الناس وإن كانوا يعني أو إحنا مثلا موجودين في المهجر، شاب ممكن أن يرتبط بفرنسية، لكن هنا الوضع طبعا مختلف، لأن هنا أي شاب حتى لو لا يملك أوراق، مهما يكون لونه، مهما يكون كذا، فهو يستطيع أن يرتبط بأجمل الفتاة ويتحسن وضعه القانوني. لكن في إيران مثلا، في دول مثلا في الخليج العربي، أنت لو حبيت واحدة مواطنة من مواطنات الخليج العربي يعني كارثة، يعني هي بنفسها أهلها سيرفضون ويقولون هذا طامع فيك وكذا. بعد ذلك القانون أحيانا في بعض البلدان الخليجية مثلا لا يسمح القانون أبدا، لا يسمح القانون أن ترتبط أنت بفتاة من دولة أخرى، فما بالك من تكون بدون أوراق، يعني هاي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فلذلك يعني الارتباط صعب، صعب جدا. يعني في بعض الدول، في قطر تقريبا تسقط الجنسية على المرأة، أو في الإمارات ربما، أو الكويت ربما، 3 دول، بالسعودية شوية، تقريبا سلطنة عمان في إجراءات معقدة. لكن يعني هو يحكي عن المنطقة بشكل عام، هذا المخرج حميد أو هذا المخرج يحكي لنا عن هذه يعني عن هذه الإشكاليات الموجودة جدا، بحيث أن المخرج جمشيد محمودي يقول إن الحب هنا لا يعترف به، القانون لا يعترف بهذا الحب، الناس لا تسمع هذا الحب، بل كذا، يعني لا يمتلك الحبيب والحبيبة إلا إنهم هذه اللحظات البسيطة وهذه الحاوية التي كانت تحميهم وكانت جنتهم. فهذه الحاوية تتحول في الجزء الأخير من العمل عندما يتم أو يكون هناك يعني ربما تحميل هذه الحاويات ووضعها في شاحنات لكي تذهب إلى مكان آخر. فهون الحاوية تتحول إلى سجن في الجزء الأخير من العمل، يحاول صابر يصيح، هي تصرخ وكذا. المجتمع قبل ذلك لم يسمعهم، لم يسمع حبهم، الأب لم يفهم أو لم يسمع، لم يناقش حتى الأب، مجرد النقاش يعتبره نقاش عقيم، يعني عندما يأتي شاب لم يعطيه حتى دقيقتين أو 3 دقائق ليتحدث، لم يعطي الشخص الآخر الذي توسط ليتحدث، أهل العشيق لم يسمعوا. إذا هناك في هذا الضجيج الذي كان موجود في هذه الورشة في المشهد الأخير، بمعنى أنه أيضا هذا المجتمع بشكل عام، الوضع العالم، المناخ، هذا كله لا يسمع هذا الصابر وهذه مرونة، لا يسمعونهم ولا يريدون أن يسمعونهم، لا يرفضون.
هذا الضجيج بعد ذلك يتم تحميل، أو في النهاية نرى إنه إلا بمعنى أن تم أخذ هذه الحاوية ووضع حاوية فوق بجانبها ووضع حاوية بجانبها ووضع حاوية فوقها، إذا هم أصبحوا بسجن. يكون هذه النهاية نهاية مفتوحة، بعد ذلك ماذا سيحدث؟ يعني هل سيموتون بسبب نقص الأكسجين ربما، لأن الحاوية أغلق عليها من كل النوافذ؟ يعني هذه الحاوية يعني أخذت في سيارة أو في حاملة أو في شاحنة كبيرة جدا، يعني معنا من اليمين من الشمال من اليسار من الخلف، إذا لا منفذ لهم. فهذه الحاوية ربما وهي تسافر أو عندما تذهب إلى ميناء قد تأخذ يوم، قد تأخذ يومين، قد تأخذ 3 أيام. فنتصور أن هؤلاء الاثنين هو لم يذهب بعد ذلك، ماذا سيحدث؟ ويعني كيف سيعانون؟ كيف سيخرجون؟ هل سيموتون من الاختناق؟ هل سيموتون من الجوع؟ هل سيموتون مثلا من العطش؟ هل فهو بمعنى انه يعني اظلم، يعني كان الفيلم او نهاية الفيلم هو اظلام كامل، بمعنى كما انهم لم يسمعونهم المجتمع لم يسمع، فكأن هذا العالم يعاقب العشاق الذين بسبب هذه الاختلافات، اختلافات في المذهب، اختلافات في الجنسية، اختلافات في اللغة، اختلافات في اللون، اختلافات في كذا، يجرنا إلى العمل أو إلى أن نبحث في الكثير من الهوامش. الاختلافات هنا اختلافات عديدة بين العاشق، ولكن إحنا جميعا إحنا بشر، إحنا جميعا إنسانيين، إحنا جميعا كذا، لكن هذه الاختلافات تؤدي، أو هذه الاختلافات جعلت، أو يعني حكم على هؤلاء بالمؤبد، أو حكم على هؤلاء بالموت، حكم على هؤلاء بالاختناق، حكم على هؤلاء. إذا هذه النهاية الآن الواقع، وكأنها هنا صرخة، صرخة لرفض هذا الواقع، لرفض هذه المجتمعات، لرفض هذه العادات والتقاليد، لرفض هذه القوانين التي كان يجب أن تكون هناك قوانين محفزة، أو قوانين عندما يعشق شخص ويريدها بالحلال وكذا. يعني سواء في إيران، في الخليج العربي، مغترب، عشقة، فتاة، يعني لماذا لا تتغير؟ وكأن المخرج هنا في الأخير يقول لنا، أو هذا العمل كله، هذا العمل عبارة أنه يقول لنا يعني بفحواه، ويقول لنا لماذا لا تتغير هذه الظروف، وكما أنه أيضا يعطي أو يوضح هذه المأساة الأفغانية، هؤلاء المهاجرين الأفغان الذين يعني بفضل السينما الإيرانية من حين إلى آخر نسمع صوتهم، نراهم، نرى معاناتهم. يعني عدد بسيط جدا من الأفلام الإيرانية التي تحدث عن هذا الموضوع، وهو موضوع من المواضيع الشائكة جدا التي تدعو إلى فهم هؤلاء، إلى الرحمة بهم، إلى الرأفة بهم، إلى فهمهم، إلى الاندماج معهم، إلى كذا، ليس فقط مجرد استخدامهم كعمال يعملون في البناء أو يعملون في ورش مغلقة أو يعملون كذا. هم أيضا بشر بوسعهم أن يحبوا، بوسعهم أن لديهم أماني، لديهم وطن فقدوه، لديهم ذكريات، لديهم، وهم أيضا يعني هم صابرين على هذه المأساة أو على هذا الوضع. العمل طبعا عمل جيد ورائع جدا، أتمنى أنكم ترون هذا العمل، وأعتقد هذا العمل في 2014 تقريبا هذا العمل. لكن ما يزال، أو ما تزال المشكلة هي المشكلة، وما يزال الوضع اللي نعيشه نحن في هذا، أو تعيشه المهاجرين الأفغان تقريبا، هو نفس الوضع. فما يزال هذا العمل إذن هو العمل، ما يزال ناطق، وما يزال العمل طري، رغم يعني تقريبا أكثر من 10 أو ما يقرب من 10 سنوات. إذا أدعوكم إلى مشاهدة هذا العمل. عفوا، تحياتي محبتي، كنت معكم حميد عقبي، تابعوا هذه القناة العديد من الأطروحات السينمائية، نقاش لبعض الأفلام، كذلك متابعة للعديد من القضايا الفنية والأدبية والنقدية. تحياتي حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.